الطريقه ديال التعامل في شان رئيس جي رئيسنا معاه اي حاجه يزيد. الله يجزيكم بخير. خلونا من الصباح هنا صار لي العرق ديال بزاف ومراجعه القانون التنظيمي ديال الجماعه وقوانين المنظمه ديال الجماعه. راجع السيت ميلا باش تعرف مره اخرى ما تصدموش في حاجه اللي هي قانونيه. كنقولها وكنعاودها زعما ولا تحمل هذه المسؤوليه الكلام شي وحده ما كتصدق شي موظف شي موظف هي عندنا موظفين اكفاء هنا داخل الاداره وكتحمل المسؤوليه الكلام عندنا رجال وعندنا نساء ونساء عندنا باش ما نبقاوش نمسحوا الفشل ديال آلة التصيير في الموظف. لا الموظف نحسن من معاه ولكن انا باقي ما بغيت نخدم مع الموظفين حتى يكون عندنا اولا مدير مصالح ديالي هو سي محمد بسم الله عاد كنا وعاد نديرو هكا التنظيم ديك الساعه نبقاو نخدمو عاد نشوفو الخالد واش كاين ولا ما كاينش. وانت خدام في واحد العشوائيه رقع من هنا وتجي تقول تلومو. انا ما نلوموش دابا انا في هاد العامين وانا انا ما نلومش المواطن. اللوموم اللي تعطيه لواحد البوست وتوفر له كل شيء اللي هذا ساعه دوم واذا ما درتش شي حاجه نزيع عليه وشدو. ولكن حنا انت بوست واحد عاطيه لك بعد الله يحسن العون واش انت تقدر تقال انت استاذ مدير وحلق وجلا يجي وبالباص ما تقدرش نكونوا فاهمين. كاين واحد النقطه اخرى سيد مع حضور سيد باشا معنا هو ان احنا كجماعه محطوطين في واحد الموقف لان بعض السكان كاينين بعض اللي هي الجماعه السلاليه بعض هواره هذو حنا كنعانيو كمجلس كيف سنرخص لهاد الناس وهم عندهم لاسينيسمون عندهم مواد الحار عندهم الماء خصنا نعطيهم شويه اداريه خصنا الصيغه القانونيه. اما الناس طلعت عند القلاعه قلاعه فيها نص فيها في الريكيزيسيون في الجماعه السلاليه كيف يعقل واحد المواطن عنده حق السكن عنده حق يعني الماء الكهرباء خصنا شويه اداريه. هذه حلول السيد الرئيس راه ماشي نعطيو المواطن دابا واحد الدوز ولا نسيتو في الاخر رجع الاداره ونحلو معاه حنايا وشكرا. حنا في اطار سميت هيئه للجامعه خدينا بعين الاعتبار هذا الخط اللي غيكون جديد اللي غيمر اللي غيعيش بك من الجامعه ديالنا حتى جامعه العوامه لافوكا دو دومين الجنب ديالها كامل خلينا خلات الوكاله الحضريه ثلاث ديال الطبان مش من البحث المشروع اللي عندنا ماشي مشروع وهو الضف اللي عندنا ديال الجماعه اللي مقبله عليه وهو بلون دوميناجمون وهو حديد الساعه. بلون دوميناجمون ديك الزنايا راه هو في المرحله الاخيره بحال اللي قالت في المكتب في المجلس ديال الوكاله الحضريه راه ان شاء الله هذا الشيء مع المقبل غيكون في هذا نفس الشهر. ما نعطيوش التاريخ بالضبط الحجم ديال الاشكال ديال بلون دوميناجمون ديك الزنايا تفاقم وصل وهذا الشيء راه عارفينه السلطات وعارفينه وكيقوموا بالواجب راه خدامين ديال الوكاله الحضريه اللي سيد الوالي مشكور على انزال هذا التصميم التهيئه جامعه ديك الزنايا بحال اللي كنقولوا راه 118 مليار اللي تخسرات على الجماعه في قطاع التعمير ان شاء الله يواكب هاد التغيير اللي وقع للجماعه. بلون دوميناجمون غيخرج مراعاة ان شاء الله جميع اطراف وغيكون بواحد الحمد لله واحد خدمه دقيقه عليها تعطل من اجل سبب واحد من اللي ينزل بالقانون ومن اللي ينزل يكون فيه جميع الشروط و البلون دوميناجمون ديك الزنايا مجهود دار على مرض عماين دابا والاجتماعات متواصلة عندنا مخلفات داخل الإرت داخل الجامعة عندنا تقريبا الأعداد اللي ماشي مضبوطة ولكن تقريبا 14000 رخصة والرخص القدام اللي في الجامعة موقفين. هاد هاد البلان شوف انا ماشي ضد المستثمر ولا ضد حتى واحد انا فرحان بهاد البلان غينزل وانا مع المستثمر ومع الساكنة اولا ومع المستثمر
انا اللي كيجيب لي الفلوس من الجامعه ويخلص لي الرخص ديالي، كان ديك فلوس كنخدموا بهم حاجه اخرى. هذيك هي التنميه. حنا بالعكس، الجامعه كزنايا عاد صباح فواحد الوقت الملاذ الامن للمستثمر ان شاء الله، بدون لا تحت الطبله لا فوق الطبله، يجي يخدم، يجي ينزل الرخصه ديالو نهار الاثنين، نجتمعوا عليها انا سيمانه عند لا كوميسيون، نعطيوها الرخصه ديالو. يكون بروجي كبير صغير اي بلس ان اي بلس 3، بروجي فيه 30 كتار 100 اللي كان، يجي يديه. واحد الوضعيه دابا الرخص، الناس كيتسائلوا كيقول لك حنا رخص مجلس السابق كيعطي رخص مجلس السابق، انا ما ندخل في التفاصيل، ولكن ديك رخص مجلس السابق كان واخا كانوا كيتعطاو كاملين تلغاو، كاملين تحبسوا، كاملين وقفوا بموجب قانون. يعني ديك رخص سبحان الله ما كاين رخص.